الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام بيكون عن الجافا سكريبت هيستوري ويندو دوت هيستوري، وفيها هنتكلم عن زرارين اتنين اللي هم المور كومون والشائعين، الباك والفورورد. لو انا فتحت صفحة جوجل في الكونسول وكتبت مثلا ويندو دوت خليها باك مثلا يا جماعة، هي اسف هيستوري الاول ويندو دوت هيستوري، انا ممكن اكتب هيستوري بشكل مباشر. انت فهمت الفكره بتاعت ايه ويندو ليه يعني عادي. دوت هيستوري لو انا كتبت مثلا باك، والباك دي محتاجه ايه بالانتسيس، وعملت انتر هتلاقي يرجعني خطوه لورا للصفحه الاساسيه بتاعي. عندي انا تاب جديد كانه نيو تاب ما فيهوش حاجه. لو انا عملت لو انا رجعت تاني للكونسول ورحت قلت له بدل باك فورورد مثلا، وعملت انتر، هتلاقيه يقدمني خطوه قدام ويرجعني لصفحه جوجل الاساسيه. دولت الاثنين البروبرتي المذكورين في ال W3 سكولز. هو طبعا انت هو مثلا بشكل جميل شويه عامل انبوت وعامل زرار وسميه باك، وعامل انبوت ثاني وزرار وسميه فورورد. وانت ممكن تشتغل على الجانب ده، تستخدم الايفنت اون كليك، ممكن تستخدم الايفنت ليسنر وغيرها من الامور المختلفه. لما كنا نحط التوضيح مفهوم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.